مرحبا، سوينا طرق تجفيف البصل وحفظوها. الطرق هذه مرة ممتازة لأهل المشاريع، للبهارات، لأهل البوفيهات، للطبخات، لربة البيوت، للحمسات، للكشنات، للصياني. مرة ممتاز. أهم شيء تستغلون الشهر هذا، شهر الصيف اللي هو الحار، للتجفيف، بيكون عندكم سريع مرة. عندي هنا أنواع البصل، شايفينه درجات اللون، الفاتح والغامق والأفتح. والغامق حيل هذا نفس طريقة بصل صيادية، لكنه بدون قلي كذا بحرارة الشمس، المادة الغاز تخلي اللون كذا فيه. شايفين أول حاجة بالبداية نفكك البصل ونغسله، وبعدين نقطعه جوانح أو شرائح كذا خفيفة، وبعدين نفككه كذا، ونحطه بصياني كبيرة أو تباسي بهالشكل كذا، ونعرضه للشمس بنفس الصحون، نغطيه بنومسية كذا عن الحشرات، أو تعرضونه بالسطح. ثاني يوم تحطونه على سفرة، بعد ما يبدأ ينشف تحطونه على سفرة. وبعدين مدة التجفيف من 3 أيام إلى 5 أيام، على حسب الجو حرارته، على حسب كمية البصل. وهنا بعد ما جف نحطه بالعلب، في حاجة الاستخدام اليومي نحطه بالعلب، لو يجلس سنة سنتين ما يتغير، كل ما طالت المدة زانت ريحته. مرة تشمونه وبعد التجفيف كأن فيه مسمنة، كأن فيه بهارات، مرة طيب. تخزنونه بهالطريقة، بدواليب المطبخ، بالمستودعات، بكياس هذه حقت المواقع، مرة ممتازة، أنصح فيها وبقوة. هذه الغامق نخليه للصيادية بدون قلي. علينا عليكم العافية، لا تنسوني من دعائكم، مرة مشروع طيب.